مرحبا، يعطيكم ألف عافية. إن شاء الله أموركم تكون بخير. هاي المحاضرة رقم 5 من محاضرات الفسيولوجي. تمام، المحاضرة بتعطيها دكتورة أروى رواشدة. المحاضرة بتحتوي على كمية معلومات إحنا تطرقنا لها في المحاضرات الماضية، بس للإعادة ولا ترتيب المعلومات، وفي كم نقطة زيادة ممكن إنها تساعد في الموضوع. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. في شغلة بدي إياكم تعرفوها أو نحكي عنها قبل ما نبلش في المحاضرة. أوكي، في عنا احنا بنعرف انه البروتينز، اوكي حكينا في عنا نوعين من البروتينز جوا السيل ممبرين، انتجرال وبريفرال، صح؟ تمام. طيب الانتجرال بروتينز ممكن يكون على شكل شانلز، ممكن يكون على شكل كارير بروتينز. اوكي، شو معنى انتجرال؟ حكينا اوكي يعني اكروس السيل ممبرين كامل، كل الثيكنس اوف ذا سيل ممبرين. تمام، الشانلز اوكي بيستخدم بالباسيف ترانسبورت. مين الباسيف ترانسبورت؟ passive transport بشمل simple diffusion, facilitated diffusion, osmosis and filtration. تمام، الكارير بروتينز اوكي يستخدم بالباسيف ديفيوجن. طيب شو معنى passive diffusion؟ اللي هو نفس الفاسيليتيتد ديفيوجن. حكينا في عندنا نوعين ديفيوجن، simple وفاسيليتيتد. اللي بيستخدم فيه كارير بروتينز هو الفاسيليتيتد الباسيف، تمام، بلس السكندري اكتيف ترانسبورت. اوكي، هاي راح تساعدكم بصراحه، فانه خلوها في بالكم واكتبوها عندكم على النوتس. تمام، اوكي. طيب كيف الكارير بروتين بسمح بمرور البارتيكلز؟ بدي ارسم لكم رسمه بسيطه. تمام، انا عندي هاي السيل ممبرين، حكينا اتس فوسفوليبيد باي لاير، صح؟ تمام، كيف بيكون الكارير بروتينز؟ شكله هيك، هيك بيكون شكله. تمام، بتدخل عندي البارتيكل، هاي البارتيكل دخلت هون. تمام، شو اللي راح يصير عندي؟ راح يتغير شكل الكارير بروتينز بحيث يصير العكس. ليش؟ عشان يسمح بدخول الكارير المولكيولز لجوا. هاي دخلت المولكيولز، يعني بصير في عندنا كونفورميشنال تشينجز بتدخل. تمام، نبلش بالسلايدات. عندي السمبل ديفيوجن اللي هو حكينا انه اتس تايب اوف باسيف ترانسبورت، سو بيستخدم شانلز. اوكي، طبيعي. وهو احنا حكينا الباسيف ديفيوجن، السمبل ديفيوجن سوري، اوكي بسمح بمرور المولكيولز that are lipid soluble. هاي membrane permeability لازم يكون هاي بالنسبة للmembrane، بس بالنسبة للparticle لازم تكون ثلاث خصائص: non-polar, uncharged and lipid soluble. تمام، زي عنا أغلب الغازز الموجودة عنا في الجسم oxygen, carbon dioxide كلهم بيتم انتقالهم عن طريق simple diffusion. rate is linear بمعنى بضل يمشوا البارتيكل from the high concentration to the low concentration لحد ما يوصلوا عنا equilibrium. okay so لحد ما النت movement تصير zero. okay اللي هو حركة المولكيولز ما بين الجهة الأكثر للجهة الأقل تصير zero. تمام، okay. هسا في عنا قبل ما أبلش بكلمة facilitated diffusion، okay بدي أشرح لكم شغلة. هسا أنا عندي الشانلز، أوكي هذا دياجرام برضو مهم بصراحة، يعني كتير بساعدكم بفهم الموضوع. الشانلز في عنا نوعين، أوكي عندي gated channels، أوكي وعندي إيش leaky channels. طيب إيش معنى gated؟ gated معناته بتحتاج إشي يربط عليها عشان تفتح. تمام، هيك بدك تعرفيها. كيف المفتاح؟ الجيت، أوكي مثلا بوابة الجامعة، اوكي بتحتاج مفتاح عشان تفتح، فبالتالي نفس الشيء الجيت هون بتحتاج اشي يفتحها، اللي هو يا اما بيكون فولتج او بيكون ليجند. اوكي، هاي الليجند اللي هي اي مادة بتعمل ارتباط على الجيت تشانلز تعمل كونفورميشنال تشينجز عليها فبتفتح عندي الموضوع. مثلا هاي اللي انا شرحت لكم عليها هاي تعتبر ليجند جيتد. اوكي، هاي بنسميها ليجند جيتد. ليش؟ لانها اساسا ما كانت فاتحه، بس لما اجت المولكيول وربطت عليها صارت فاتحه. فهاي سو المولكيول بحد ذاتها اوكي بنسميها ليجند بهاي الحاله، بس هي اتس ستيل مولكيول، بس بالنسبه للجيتد شانل صارت ليجند. اوكي تمام، الليكي شانلز اوكي هي ما بتحتاج مفتاح، دائما فاتحه ما فيها اي مشكله. يعني مثلا في عندنا اكزامبل على الصوديوم ليكي شانلز، الصوديوم فايته وطالعه على كيفها. تمام، سو ما فيها شيء انه يحكي لها انه انت ستوب انك تفوتي او شيء زي هيك. هسه حكينا احنا في عندنا نوعين من ديفيوجن، السمبل والفاسيليتيتد. اوكي، الفاسيليتيتد ديفيوجن حكينا السمبل بيتم انتقال الغازز والهرمونز ستيرويدال هرمون. ليش ستيرويدال؟ لانهم ليبيد سوليبل، صح؟
تمام اوكي. طيب الفاسيليتيت شو بنقل؟ بنقل عندي الجلوكوز والامينو اسيدز والاذر مولكيولز اتسترا. تمام طيب اعطيني الفاسيليتيت ديفيوجن. حكينا ايون ليكي شانلز سو هاي اوكي، فولتج جيتد شانلز هاي، ليجند جيتد شانلز هاي اوكي، كارير بروتين تشينجينج ذا شيب اوف ذا كارير اللي هو نتيجه انه هدول لا خصوصا هدول التنتين اوكي بيعملوا تشينجينج بالشيب اوف ذا كارير، فبالتالي بتفتح عندي الترانسبورتر بروتين. تمام حلو. هسا في عنا إشي اسمه يونيبورت. يونيبورت كلمة يوني معناها واحد صح؟ أوكي اليونيبورت شوفوا اليونيبورت هو movement of single molecule، يعني البوابة هاي أوكي بوابة بتسمح بمرور بني آدم واحد تمام؟ أو molecule واحدة هيك بدك تعرفها single substance أوكي it requires no energy، فبالتالي شو معنى كلمة no energy؟ معناته it's a passive transport صح؟ تمام it's not an active transport ما بتحتاج energy. تمام example عندي simple diffusion والfacilitated diffusion. تمام تمام حكينا الفرق ما بين simple. simple بتكون عبارة أغلب الأحيان it's a channel channels okay والfacilitated diffusions بتكون carrier proteins okay. شوفوا كيف بصير في عنا conformational changes على الcarrier proteins عشان يدخل. طيب هاي اللي حكينا الcarrier protein اللي بيكون مسكر بعدين بفتح هاي بنسميها gated، اللي بيكون دائما فاتح بنسميها leaky. تمام اوكي هدول الobjectives اللي من المحاضرة الأشياء الأساسية اللي احنا لازم نطلع فاهمينهم اوكي. هسا نبلش بموضوع الactive transport. احنا حكينا في عنا نوعين من الترانسبورت، حكينا في عنا مثلا هاي الترانسبورت اوكي في عنا اكتف وباسيف صح، وحكينا انه الباسيف شو ماله؟ الباسيف حكينا سمبل فاسيليتيتد ديفيوجن اوسموسيس فلتريشن، الاكتف ترانسبورت حكينا في عنا برايمري وعنا سيكندري. تمام اوكي طيب هسه كلمه باسيف شو معناها؟ انا عندي هاي الكونسنتريشن جريدينت اوكي، هنا مثلا عندي high concentration gradient وهنا عندي low. تمام اذا المولكيولز مشيت down the concentration gradient فما بتحتاج energy فهي بنسميها passive اوكي. اذا المولكيول احتاجت energy واضطرت انها تطلع من low للhigh اوكي هاي بنسميها active وبتحتاج energy. ليه؟ لانك انت لما تطلع على طلعه رح تعرق، رح تحتاج مي، رح تحتاج طاقة، فبالتالي انتوا هيك بتحفظوها لما انا وانا طالعة رح احتاج energy. تمام؟ اوكي so كم عرفنا نقطة من الactive transport؟ انه اول اشي against concentration gradient، رقم اثنين it needs energy، رقم ثلاث انه في عنا two types primary and secondary، هدول الاساسيات اللي بدي اياكم تعرفيها تعرفوها. تمام؟ So, transport of substances من lower concentration to the higher concentration وبحتاج ATP. تمام؟ عنا sodium, potassium, active transport. هسا خلينا نبلش واحد واحد. هسا شوفوا هنا sodium, potassium sodium, potassium. تمام؟ أوكي شو موضوع sodium, potassium؟ كلهم موجودين تحت أنا رح أشرح لكم ياهم بالتفصيل وكل واحدة شو بتسوي. تمام؟ خلينا نكمل. هسا بحكي لي إنه الactive transport it involves the use of carrier proteins خصوصاً مين حكينا أوكي حكينا secondary active transport بحتاج عنده carrier protein صح صح أوكي تمام مع مين؟ مع facilitated diffusion. تمام أوكي هو من وين بأخذ الenergy؟ من the breakdown of the ATP. تمام وهاي already متفقين عليها. هسا أنا بطبيعة الحال إذا أنا المولكيولز تمشي عندي من الهاي كونسنتريشن لللو كونسنتريشن ليش بحتاج إنه يكون في عندي أكتيف ترانسبورت؟ ليه؟ لأنه سمبلي في مثلا إحنا بأخذنا بمحاضرة الهوميوستاسيس أوكي عشان أحافظ على الانترنال انفايرمنت تاعت الجسم أنا بحتاج حتى إني أكسر بعض القواعد الموجودة عندي في الجسم، فبالتالي نفس الإشي للأكتيف ترانسبورت عشان أحافظ على to maintain homeostasis اللي حكينا عنها أوكي. في مرات بلجأ إنه تمشي المولكيولز against concentration gradient using active transport أوكي تمام. cells أوكي حكينا هنا إنه ما بتقدر تعتمد بس على الباسيف بصراحة لأنه ما رح يكون كافي لها نهائي أوكي. so هاي هي إنه to maintain mainly بدي إياكم تفهموا أوكي
من هاي السلايد إنه to maintain the appropriate concentration inside the cell or the organelles. طيب إيش appropriate بمعنى homeostasis صح ولا لا؟ yes إحنا حكينا أي إشي normally the optimum the perfect the ideal هو the homeostasis. تمام. The pumps involved in active transport. تمام. أول إشي بدي أروح لك على the sodium potassium pump. okay. Sodium potassium pump موجودة بأغلب الخلايا وراح تدرسوا عنها كتير لقدام. تمام. هو إنه أنا بطلع 3 صوديوم out أوكي واثنين potassium in بدخلوا عندي أوكي. هاي بنسميها electrogenic pump أوكي. وبتخلي الموليكولز ويدر إحنا بنحكي عن الصوديوم أو البوتاسيوم يمشوا against the electrochemical gradient أوكي. تمام أوكي. طيب هسا شو فائدة الصوديوم بوتاسيوم بامب؟ أول إشي إني أحافظ على تركيز الصوديوم والبوتاسيوم جوا وخارج الخلية. رقم اثنين أحافظ على النيجاتيفيتي تاعت الخلية. إحنا بدنا نعرف شغلة مصطلح اسمه الريستنج ممبرين بوتنشيال أوكي. هذا الوضع الطبيعي أوكي بالنسبة للشحنات الموجودة فيها الخلايا. تمام. أغلب الخلايا بتكون نيجاتيف إنسايد أوكي. وهاي النيجاتيفيتي اوكي لازم نحافظ عليها. هاي بارت اوف ذا هوميوستاسيس لازم احافظ على الريستنج ممبرين بوتنشال للخليه. كل خليه اوكي بيختلف الريستنج ممبرين بوتنشال عن الثانيه. تمام. بس اغلبهم بيكونوا نيجاتيف انسايد اوكي. تمام. طيب هسه هاي وحده من فوائد الصوديوم بوتاسيوم بامب. رقم 2 انها بتتحكم بحجم الخليه. طيب فهمينا كيف تتحكم بحجم الخليه؟ الصوديوم وهو طالع لبرا انا الصوديوم قاعد بيطلع لبرا اوكي. طيب بيطلع معي 3 كمان تخيلوا بيطلع معي 3. الووتر بضريبه الحال راح يطلع معي الووتر مع الصوديوم. تمام. فبالتالي اذا صار في عنا اوفر اكتيفيشن للصوديوم بوتاسيوم بامب راح يخلي الخليه تشرينك اوكي. واذا صار في عندي لس يعني مثلا ديفكت او انها ما تشتغل الصوديوم بوتاسيوم بامب الصوديوم راح يضل يتراكم جوا المي راح تتراكم جوا فبالتالي الخليه راح تنتفخ and eventually it ruptures. تمام. تمام اوكي. طيب هسه بالنسبه للكالسيوم بامب. الكالسيوم باجي احكي لك انه found وين بالmembrane of the sacroplasmic reticulum خصوصا وين بالmuscle cells اوكي. بمعنى الخلايا تعون العضلات يعني مثلا العضلة موجودة عندي عضلة اوكي لنحكي البايسبس ترايسبس اي عضلة موجودة عندي. تمام. الخلايا الموجودة فيها الممبرين تاع الساكروبلازميك ريتيكولوم اخذتوه بمادة السل اوكي بيكون بيحتوي على كالسيوم بامب. طيب هسا انا بدي اسألكم سؤال ليه الكالسيوم انا لازم يكون له بامب لانه الكالسيوم ممنوع يكون بالسيتوبلازم. اذا كان الكالسيوم بالسيتوبلازم بكونتراكتايل سيلز. كونتراكتايل سيل بمعنى خلية قادرة على الانقباض زي خلايا القلب زي خلايا أي muscles موجودة في جسمنا رح تضل الخلية تنقبض أوكي. يعني بمعنى لو الكالسيوم تراكم جوا السيتوبلازم of the cell وضل بدون pump أوكي رح يسوي عنا continuous contraction بالmuscles أوكي. وإذا إحنا بنحكي عن smooth muscles أو skeletal muscles أو myocardial cells أوكي. تمام. تمام. هسه بالنسبة للخلايا العادية إذا كان مش contractile cells والكالسيوم تراكم عنا بالسيتوبلازم شو رح يصير في عنا apoptosis أوكي اللي هو death of the cell. تمام. طيب أنت بتحكي الكالسيوم مش لازم يتراكم عنا في السيتوبلازم. طيب الكالسيوم أساسا وين بكون؟ هاي أنا عندي الساكروبلازم كريتيكولم أوكي بيكون الكالسيوم جواتها ولما مثلا العضلة بدها تنقبض أوكي بصير في ميكانيزم معين بطلع الكالسيوم على السيتوبلازم بصير في انقباضات برجع الكالسيوم مرة تانية. هاي هي كل الموضوع الكالسيوم بامب. تمام. بوتاسيوم هيدروجين بامب. البوتاسيوم هيدروجين بامب موجودة بالجاسترونتستينال سيستم اللي هو على الجي اي تراكت أوكي. تمام. وبصراحة مع يعني هدول أهم كتير من البوتاسيوم هيدروجين بامب إنكم تفهموهم. تمام. هسا إحنا حكينا active transport فهمنا شو الأشياء الأساسية. تمام. بدي أجي أحكي لكم في عندي نوعين primary secondary حكينا عنهم بوحدة من المحاضرات. ال primary أوكي شو بتكون ال primary
against أول نقطة against electrochemical gradient متفقين عليها أوكي وبحتاج specific carrier والcarriers أوكي من وين بأخذ الenergy من ال breakdown of ATP هاي فرق أساسي أوكي من وين بأخذ الenergy فرق أساسي ما بين ال primary وال secondary تمام primary and secondary الفرق الأساسي من وين كل واحد منهم باخذ الانرجي البرايمري راح ياخده من الاي تي بي هيدروليسيس او ذا بريك داون اوف ذا اي تي بي عشان يطلع لنا انرجي الصوديوم بوتاسيوم بامب اللي حكينا عنهم هون اوكي هاي اكزامبل اوف ذا برايمري اكتيف ترانسبورت يعني بتكسر الاي تي بي عشان تاخذ انرجي تمام واعطيني اكزامبل ثاني الكالسيوم بامب اللي حكينا عنها برضو هاي اكزامبل رقم 3 البوتاسيوم هيدروجين بامب هذول كلهم اكتيف اكتيف ترانسبورت برايمري يعني هذول هاي وهاي وهدول هدول كلهم عبارة عن primary active transport تمام الفرق ما بين primary والsecondary ال source of the energy اللي باخده تمام طيب هسا the function of the sodium potassium pump اللي درسنا عليها قبل شوي أنا شو حكيت لكم إنه it is responsible for maintaining the high potassium and low sodium concentration طيب بمعنى آخر شو هي هاي homeostasis إني أنا بدي أحافظ إنه الصوديوم برا stasis سوري اوكي بدي احافظ انه الصوديوم برا يكون اكثر من جوا والبوتاسيوم يكون جوا اكثر من برا تمام it maintains intracellular negativity حكينا عن الريستنج ممبرين بوتنشال وحكينا انه اغلب الخلايا نيجاتيف انسايد اوكي فلازم احافظ على هذا الموضوع رقم 3 ليش يعني انت بتحكي طيب انا دخلت بوتاسيوم كيف بدي احافظ على النيجاتيفيتي شوفوا انا صح دخلت بوتاسيوم اوكي بس انا دخلت 2 وطلعت 3 اوكي سو في فرق شحنه في فرق شحنه واحده فبالتالي مين اكثر نيجاتيف عن بر يعني مين اكثر نيجاتيف عن الثاني برا ولا جوا جوا راح يكون اوكي كنسبه وتناسب النيجاتيفيتي اعلى من برا تمام maintain cell volume حكينا نتيجة إنه الصوديوم دائما مرتبط معه وجود الووتر activate the carrier proteins تمام أوكي هسا بالنسبة ل secondary active transport اللي هو حكينا أوكي النوع الثاني في نقاط أساسية إنه against electrochemical gradient بحتاج carrier proteins وإيش كمان requires energy الenergy اللي بأخذها secondary active transport من وين من فرق ال concentration ما بين of the molecules ما بين inside and outside هاي هو أساس ال energy موجود عندنا بال secondary active transport ال primary حكينا breakdown of the ATP ال secondary عن فرق ال concentration gradient الموجود عندنا جوا وبرا تمام في شغلة بدي اياكم تعرفوها انه انا في عندنا شيء اسمه ال carriers اوكي ال carriers راح اقسمهم نوعين ال symport اوكي وال antiport تمام اللي هو هاي بنسميها co-transport وهاي بنسميها counter transport اوكي counter تمام هسا السيمبورت ايش هو الco-transport هو عبارة عن انه انا عندي مثلا two molecules بيمشوا بنفس الاتجاه اوكي in the same direction تمام two molecules ماشيين بنفس الاتجاه زي عندي الصوديوم والجلوكوز اوكي التنتين بيطلعوا مع بعض والتنتين بيفوتوا مع بعض واعطيني اكزامبل تاني الصوديوم مع الامينو اسيدز اوكي تمام هاي الاشي الاساسي هسه بالنسبه للكاونتر ترانسبورت اللي هو عكس ال شو اسمه السيمبورت حكينا السم من كلمه سيم فبالتالي ان ذا سيم دايركشن انتي انا بعطي انتي بايوتيك بمعنى بحارب احنا اعداء واحد بفوت والثاني بيطلع تمام هاي بس بدنا نعرف شغله انه ويذر انا قاعده بحكي عن كاونتر او كو ترانسبورت عن سيمبورت او انتي بورت الاثنين راح يستخدموا نفس الكارير بروتين يعني مثلا هذا الكارير بروتين دخل هاي طلع هاي تمام وهذا الكارير بروتين دخل تنتين مع بعض او طلع التنتين مع بعض يعني مو انه اثنين كارير بروتينز واحد تمام opposite direction عندنا الصوديوم مع الهيدروجين اوكي بالرينال تيوبولز اوكي شو اللي بصير عندي انه الصوديوم تدخل لجوا والهيدروجين بيطلع لبرا تمام اوكي طيب انا بدي اسالكم سؤال هسه ايش الاشياء اللي بتطلع لنا الهيدروجين ليش الهيدروجين مهم لانه الهيدروجين اوكي الهيدروجين مهم
لأنه إذا تكراكم عنا بالبلازما بيسوي فيه عنا أسيدوزز، مش هو عبارة عن إحنا بنعرف إنه الـ pH أوكي هيو نيوترال صح، بيكون على 7. إذا راح على هاي الجهة بيكون الكلاين أوكي، وإذا راح على هاي الجهة بيكون أسيدوزز صح. تمام، لو تراكم عندي الهيدروجين أيون معناته حمضي أكتر، معناته أسيدوزز. تمام، طيب أنا كيف بدي أطلع الهيدروجين أيون من الجسم؟ عن طريق شغلتين، يا إما الإكسبيريشن اللي هو أنت لما تاخد زفير أوكي بتطلع مع الكربون دايوكسيد بتطلع هيدروجين أيون أوكي، أو رقم اثنين اللي هو الهيدروجين بومب الموجودة فينا، عنا هيدروجين بوتاسيوم بومب موجودة عندنا بالكيدنيز، بتستخدم البرايمري أكتيف ترانسبورت اللي حكينا عنهم هون. شوفوا هينا حاكينها البوتاسيوم هيدروجين بومب أوكي، هاي الطريقتين اللي بنقدر نطلع فيهم الهيدروجين برا الجسم. تمام، هاي الصورة بتوضح كل طرق الترانسبورت across the cell membrane. خلينا نبلش جلوكوز وجالاكتوز. احنا حكينا الجلوكوز اوكي بفوت عن طريق الاكتيف ترانسبورت، فبالتالي اكتيف ترانسبورت مع مين؟ مع الصوديوم. خليني افهمكم، لو حللتوا الصوره رح تعرفوا انه كلكم كله درسناه. هيها احنا حكينا انه الصوديوم بدخل مع الجلوكوز in the same direction صح، same port. So the same port هو example of the secondary active transport. So yes احنا هاي أخذناها، هاي صح تمام، دخلت عنا على الخلية تمام أوكي، تحولت عنا على مونوساكرايدز. إحنا أكيد ماخدينها بسنة الفصل الأول سوري أوكي، إنه بتتكسر الجلوكوز لمونوساكرايدز أو بولي وأوليغو. تمام، هسا الفركتوز أوكي دخل، هو أصغر من الجلوكوز صح، الفركتوز أصغر من الجلوكوز، فبالتالي رح يدخل باي فاسيليتيد ديفيوجن أوكي. ليه؟ لأنه أول إشي أصغر، رقم اثنين it's a lipid soluble، فبالتالي لما دخل عندي على الفاسيليتي ديفيوجن رح يطلع برضو باي فاسيليتي ديفيوجن للسيل ممبرين هون، والسيل ممبرين موجودة على الجهتين. تمام، أمينو أسيدز إحنا حكينا بدخلوا عن طريق إيش؟ هايها برضو نفس الإشي حكينا example صوديوم مع أمينو أسيدز، رح يدخلوا عن طريق simple secondary active transport صح؟ مع الصوديوم يس، هاي دخل تحول أمينو أسيدز. دايبيبتايدز ترايبيبتايدز أوكي secondary active transports مع الهيدروجين أيون أوكي، لما دخلوا لجوة تكسروا صارت كل واحدة لحال، فبالتالي رح يطلع by diffusion. ليه؟ لأنه بتكون small وsoluble lipid soluble، فبالتالي يعني بعد ما تنهضم، طبعا أنا ما بحكي لكم إياها بتكون هيك. تمام، short chain of fatty acids ليه دخلت by simple diffusion؟ لأنها أول إشي short فبالتالي هي صغيرة بالحجم، رقم اثنين إنها lipid soluble تمام، فبالتالي سهلة دخولها، وهي طلوعها برضو كتير سهل. تمام، هاي long chain of fatty acids أوكي، وهاي monoglycerides أوكي، بس شو capsulated التنتين أوكي، فبالتالي هاي الكابسول بتسمح لهم إنهم يدخلوا عن طريق simple diffusion أوكي، دخلتها كسرتها وطلعتهم. تمام، هاي هي المحاضرة. تمام، وهون بحكي لي إنه بعد مثلا أنا لنفترض شوفي هاي الخلية دخلت عندي الموليكيول الفلاني، هاي مثلا X أوكي تمام، هاي الخلية أوكي بدل ما هي كمان تدخل، طبعا راح تدخل بس بنسبة أقل تمام، سو راح يتم انتقال المادة اللي أنا بدي إياها through the tight junction الموجودة ما بين الخلايا تمام أوكي. مش طبعا كل الموليكيولز، في موليكيولز مسموح لهم وموليكيولز مش مسموح لهم، وهي عبارة عن small intestine lumen. شرحنا كل هذا، وإن شاء الله المحاضرة تكون سهلة وبسيطة. رح أنزل لكم أسئلة، رح أنزل لكم السلايدات، رح وأي حد عنده أي سؤال لا ينسى يعني يستفسر عادي جدا طبيعي. وشغلة تانية إنه هاي بعد هاي المحاضرة رح تبلش معاكم دكتورة ريف القيسي، تشرح لكم إن شاء الله يوم الخميس، محاضرة الخميس تشرح لكم ياها دكتورة ريف، وأموركم تكون تمام. يعطيكم ألف عافية يا رب.